كل حال أنا جاوبت على هذه النقطة، قلت باللي ما نقول والو لأن نخلي الأولوية للسيد سليم دادا باش يعطي المعلومات هادو. برك النقاش دور كثير في لي ريزو سوسيو على فرصة وجود دي جي سنيك هنا في الجزائر في وقت الألعاب. هو حقيقة بالنسبة للحفل الافتتاح ما يقدرش يكون موجود لأنه يكون في فلوريدا في الولايات المتحدة. هو كل يومين تقريبا عنده غالا، عنده ملايير الناس يتبعوا فيه. وحقيقة لو تكون فرصة باش يكون موجود سيكون موجود إن شاء الله، حتى لو ما هوش داخل في الحفل. قلت الافتتاح مستحيل. سيد دادا راهو في اتصال مع المانجر نتاعو، وهو قدم من جهته إرادة باش يكون في الجزائر بلده. موضوع في الدراسة بين لجنة التنظيم ممثلة من سيد سليم دادا والمانجر تاع دي جي سنيك، لكن لو يجي إن شاء الله لازم يكون ما يجيش على خمس دقائق تاع اللي تكون ليه فرصة يعني في حفل الاختتام. لازم تاني يكون يقدر يدير انقالة كامل للشعب الجزائري، وهذا شيء في الدراسة يعني ما خليناش على الجهة. والاتصال موجود.